أنا زودت ضوء، شوف كويس وأنا بقول بطيء. أوكي. ابتدي بول. بسم الله والابن والروح القدس الروح الامين. اهلا بكم مشاهدي الاحباء في قناه لوجوس، مشاهدي قناه لوجوس، نتابع بنعمه ربنا كلامنا عن شجره الحياه. فانا اتكلمت في الاول مقدمه عامه كده ان شجره الحياه وردت في الكتاب حوالي 10 مرات 9 مرات، مرتين في سفر التكوين أصحاح 2 و3، ومرتين في سفر الرؤيا أصحاح 2 و22، ثم الباقي في سفر الأمثال. التكوين والرؤيا بتتكلم عنها أنها شجرة حقيقية لها خاصية إعطاء الحياة والخلود، الحياة الدائمة والخلود، عدم الموت، اللي يأكل منها يحيا إلى الأبد ولا يموت. في سفر الأمثال أخذها سليمان الحكيم بطريقة شعرية معنوية رمزية، فمثلا يقول لسان الصديق شجرة حياة، الشهوة المتممة شجرة حياة، يعني وصفها ببعض حاجات وقال إن دي كأنها زي شجرة الحياة بتدي حياة للناس. فلما يقول شفتا الصديق شجرة حياة يقصد إنه كلام المؤمن اللي بيوصل المسيح للناس أو يوصل الناس للمسيح ده كأنه شجرة حياة، لأن بيديهم حياة، بيعرفهم بالمسيح اللي هو الحياة الحقيقية، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، وهو الوحيد عبر التاريخ كله اللي قدر يقول عن نفسه أنا هو الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا جئت لكي أعطيكم حياة ويكون لكم أفضل من الحياة الطبيعية العادية الأرضية الحيوانية الجسدانية، جئت لأعطيكم حياة وليكون لكم حياة أفضل وحياة أبدية. فأتكلم عن هذه الحياة في شخصه، فعشان كده قلت إنه لما نقلب أصحاحات إنجيل يوحنا مثلاً 21 أصحاح، في كل أصحاح منهم بيتكلم عن المسيح الحياة ممثلا في حاجة، فيه كانت الحياة، في أصحاح 2 في حضور عرس خانة الجليل هو فرح الحياة، أصحاح 3 الحياة نيقوديموس الحياة السماوية في الميلاد الثاني، السامرية 4 الماء الحي، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، هو ينبوع الماء الحي، مياه الحية، أصحاح 5 شفاء الحياة المفلوج، أصحاح 6 خبز الحياة التناول من جسد الرب ودمه، من يأكلني يحيا بي، تكون له حياة أبدية، يثبت فيه وأنا فيه، أنا أقيمه في اليوم الأخير، وهكذا. أصحاح 10 لما يقول أصحاح 10 عدد 10 إنه جئت لتكون لكم حياة وليكن لكم حياة أفضل، وهكذا. لو نتابع في أصحاح إنجيل يوحنا 21 بيتكلم عن المسيح إنه هو الحياة في صورة من صور. لما نيجي بعد كده اتكلمت عن شجرة الحياة ممثلة في كلمة الله الإنجيل الشريعة، زي ما جاء في سفر الأمثال مثلا أصحاح 3 لما يقول الشريعة الكلمة أو الحكمة هي شجرة حياة، أمثال 3:18، ولما لأنه يكرر كل شوية يا ابني احفظ وصايا فتحيا، تكون لك حياة ويكون لك طول الأيام. فكلمة الله بتعطي حياة وبتعطي حياة روحية وبتعطي حياة أبدية، لأنها المسيح هو كلمة الله وكلمة الله تمثل المسيح. وكلمت عن آخر مرة عن المسيح شجرة الحياة في التناول من جسد الرب ودمه، لما أتكلم عنه في تأسيس سر الشكر، سر الشركة الأفخارستية، التناول عشاء الرباني، وقال خذوا كلوا هذا هو جسد، أخذ خبزا
وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كلوا لتلاميذه، خذوا كلوا هذا هو جسدي، والكأس أيضا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. وكلمت عن الجسد والدم العهد الجديد في أرمية 31 31، واقتبسها بولس الرسول في عبرانيين 8 8، وشرحها المسيح في متى 26 26. قلت دي ثلاث شواهد يتحفظوا ما يتنسوش، لأن رقم الآية هو رقم الأصحاح، وبيتكلم فيها على سر التناول من جسد الرب ودمه، على إنه يعطي حياة أبدية ويثبتنا في المسيح ويجعلنا نحيا في المسيح ويعطينا حياة أبدية وقيامة، وأنا أقيم في اليوم الأخير. النهاردة عايز أكلمكم عن شجرة الحياة ممثلة في حاجة غير دول، وهي الخدمة. الخدمة، خدمتنا للرب، خدمتنا للمسيح أو للكنيسة أو للناس اللي حوالينا للعالم، هي تعتبر شجرة حياة. ليه؟ لأننا بنقدم لهم المسيح اللي هو شجرة الحياة الحقيقي، بنديهم حياة أبدية عن طريق كلمة الله اللي بنوعظهم بيها وبنعلمهم بيها، والقدوة اللي بنعيشها كلمة الله. ففي الخدمة وجميع أنواع الخدمات اللي احنا بنعملها دي لربنا وللناس، دي عبارة عن شجرة حياة تمد الناس بالحياة، الناس اللي حوالينا تعرفهم طريق الحياة، الحياة الأبدية. فكان دايما يقول له ليعرفوك أنت الإله الحقيقي والحياة الأبدية اللي أعطيتها لكل من أعطيته، ومش بس لدول اللي أنا بكلمهم، لسه أسأل تأخذه من العالم بل أن تحفظه من الشرير، وأنه تدي حياة لكل اللي يؤمنوا بي بكلامهم في إنجيل يوحنا 17. فالخدمة بتعتبر شجرة حياة. الخدمة قبل المسيح كان الخادم ده يعني ملوش قيمة، ملوش وزن، عبد. والعبيد دول كان بيعتبر شيء مش شخص، يعني زي ما يكون عندك كرسي انت حر تكسره تبيعه وتحرقه وتعمل فيه اللي انت عايزه، ده شيء اوبجكت مش شخص حي له كيان وله شخصية وله حرية، لا كان شيء. جه المسيح حرر العبيد، المحرر الحقيقي للعبيد اللي قال تعرفون الحق والحق يحرركم، واللي قال إن حرركم الابن، كل من يفعل خطية وعبد للخطية، فإن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا. فتحرير المسيح للعبيد بيحررهم من عبودية الشيطان، عبودية الخطية والشر، عبودية الفساد والموت والجحيم، ينقلهم إلى حرية مجد أولاد الله والحياة الأبدية، لهم حرية كاملة. فعن طريق الخدمة هو مجد الخدمة وتوج الخدمة، وعرفنا أن الخدمة عبارة عن حياة وكرامة ومجد، ما بقتش عبودية بقى، قال لا أعود أدعوكم أو أسميكم عبيد فيما بعد بل أبناء. فالعبد ما بيورثش، أقول لك إحنا أبناء، وإن كنا أبناء فنحن ورثة، والعبد لا يعلم إرادة سيده، لكن أنا أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. فما بقيناش عبيد فيما بعد، بقينا أبناء الله، أبناء ملك الملوك ورب الأرباب. فحررنا المسيح من العبودية وأعطى كرامة للعبد، ما بقاش عبد فيما بعد، زي ما قال حرفيا الرسول بولس عن أنسيموس العبد بتاع تلميذه في ليمون، كتب له رسالة من أصحاح واحد. في ليمون ده كان عبد عن أنسيموس، كان عبد عند فليمون، وسرقه، سرق منه حاجة وهرب، وتصادف في هروبه أن ربنا يهديه إلى طريق التقابل مع بولس الرسول، فيسمع بولس الرسول ويأمن بالمسيح عن طريق بولس الرسول، وبولس الرسول يعمده ويبعت رسالة لفليمون يقول له اقبله، وإن كان ظلمك بشيء أنا مستعد أدفع وأوفي بالنيابة عنه، لأنه ربما إلى ساعة افترق عنك لكي يعود لك إلى الأبد، لك عبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا في الرب في المسيح، لي ولك أيضا. فعرفنا أن المسيح حرر أنسيموس العبد اللي كان حرامي
وغيره وعمله قديس وأخ شقيق وشريك لبولس الرسول في المنوية وفي الميراث وفي المجد. فالمسيح عرفنا وقال أنا بينكم كالذي يخدم، أنتم بتدعوني معلما وسيدا وحسنا تفعلون لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم أيضا يجب عليكم أن تغسلوا بعضكم أرجل بعض. فبقى يدينا دروس ويعلمنا من مثاله هو الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فمع أنه هو تخدمه الملائكة ورؤساء الملائكة لكن نزل إلى عالمنا ودانا درس في التواضع وفي الخدمة وإزاي عظمة الخدمة وشرف الخدمة ومجد الخدمة وكرامتها تمثل بالمسيح، لأن هو ده اللي بيوصل الحياة للآخرين بصور كتيرة بقى مختلفة، عشرات أنواع من الخدمات زي ما اتكلم الرسول بولس في روميا 12، وده على رأي سيدنا البابا شنودة ربنا ينيح نفسه كان يقول إن روميا 12 ده عبارة عن برنامج متكامل للخدمة وللخدام. وابتدى كده أطلب إليكم برأفة الله أيها الإخوة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا أهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بدأ يتكلم إن ربنا إدانا أنواع من المواهب المتنوعة وذكر بقى كمية منها. أول حاجة فيها الخدمة، أم خادم ففي الخدمة، الوعظ ففي الوعظ، المعلم ففي التعليم، الراحم فبسرور، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، وهكذا استمر. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، لا تجازوا أحد عن شر بشر لكن اغلب الشر بالخير. واتكلم بقى رمية 12 كله برنامج جميل جدا رائع، يعني نقدر نحطه جنب الموعظة على الجبل في إنه دستور عملي روحي سامي جدا للمسيحيين. وحط على رأسها الخدمة، أم خادم ففي الخدمة. أحيانا بعض الناس يقول لك طيب أنا مانيش خادم، أنا أحب أخدم لكن أنا مليش وضع رسمي، أنا لا أنا أسيس ولا مطران ولا أسقف ولا شماس حتى ولا حاجة أو السيدات، لكن كل واحد من دول خادم حقيقي للمسيح والمسيح عايزه يبقى خادم، مش ضروري يبقى له صفة رسمية أو كهنوتي. لكن وانت في مكانك وانت في موقعك، الأم في البيت مع أولادها والأب مع أولاده والمدرس مع تلاميذه والنجار في ورشته وكل واحد في عمله، الطبيب في عيادته، المحامي في مكتبه. يعني أنا أعرف أطباء مؤمنين حلوين خالص بركة، واحد منهم في مصر أول ما تدخل العيادة بتاعته تلاقي صورة كبيرة ضخمة لوحة فنية رائعة للسامر الصالح اللي نزل من عدبته وشال الراجل اللي وقع بين اللصوص وابتدى يضمد جراحاته ويعالجه، يعني عمل الدكتور عمل الطبيب. أعرف محامي كان خادم، يمكن بعضكم شافوا قبل ما يبقى قسيس، إنه كان في مكتبه لما يقولوا ناس عايزين يرفعوا قضية طلاق كان يصالحهم مع بعض ويديهم كمان إزازة شربات ويرجع لهم الفلوس الأتعام اللي دفعوه، ويبقى فرحان قوي إنه مصطلحه وإنه عمل خدمة كبيرة خالص وأنقذ بيت من الدمار ومن الخراب، وهكذا بالنسبة للمدرس بالنسبة لكل واحد في مجاله عنده مجال الخدمة. فأنا النهاردة عايز أكلمكم عن الخدمة في أنواعها، أنواع كتيرة خالص. عملت نبذة اسمها هل تريد أن تخدم المسيح والكنيسة وحياتك الأبدية ومنتش عارف إيه الخدمات اللي تقدر تقوم بيها أو إيه الخدمات اللي تناسبك؟ هذه أمثلة ل125 خدمة لكل من يريد في النبذة دي زي الأكورديون كده،
نبذة الأربع ورقات دول بيطبقوا وفيهم 125 نوع من أنواع الخدمات. طبعا مش هقدر أشرح ال 125 نوع دول من أنواع الخدمات، لكن أشير إليهم مجرد إشارة عناوين. ويا ما قلت للشعب بتاعنا في كنيسة ماري يوحنا النبذة دي تلوها موجودة مجانا على الترابيزة في المدخل، خدها وعلم على الخدمة اللي تعجبك، الخدمة اللي تناسبك، تناسب وقتك وتناسب مواهبك، خدمة أو اتنين من 125 دول وديها لنا نحطها في الكمبيوتر وإحنا نتعاون معاك ونساعدك إن أنت تبتدي تشتغل فيه. فأولاً من أنواع خدمات للمسنين، خدمات للمسنين، واحد المرور على أحد المسنين بالسيارة، تاخده معاك لأنه ما بيسوقش، سنه كبير فوق 80 85 90 ما بيسوقش، فأنت تفوت عليه وتاخده الكنيسة يحضر قداس الحد ويتناول، دي خدمة كبيرة أو وبركة كبيرة خالص، سواء قداس حد أو أربعة أو جمعة في الأسبوع زي ما يناسب ويناسبك. اثنين مصاحبته لعيادة الدكتور أو بنك أو محل تجاري أو بارك أو زيارة صديق، عايز يعمل خدمة من الخدمات دي أو يعمل عمل من الأعمال دي ما بيقدرش، أنت هتاخده في عربيتك وتوديه لعيادة الدكتور أو للبنك اللي عايز يسحب قرشين أو يودع قرشين أو يشتري حاجة من السوق وهكذا. ثلاثة زيارته في البيت أو المستشفى أو دار المسنين أو قراءة الإنجيل له، دي كلها خدمات بسيطة خالص ما تكلفكش حد، إنك تعمل زيارة له وتسأل عليه لأنه شاعر بقى إنه دلوقتي كبر في السن وما بقاش قادر يعمل حاجة وابتدى الناس تنساه وبقى مهمل، فزيارتك ليه دي هتديله تشجيع وبركة وتفرحه جدا، خصوصا لو تكون مصحوبة بهدية بسيطة، مثلا عهد جديد، إنجيل من الأناجيل، مجلة روحية، نبذة صغيرة زي كده، إن شاء الله وردة، يعني تاخد له معك أي حاجة وتسأل عليه وتظهر له اهتمامك واهتمام الكنيسة بيه ومحبة المسيح. ثانيا خدمات مرسى، بسميها خدمة السيدات، خدمات السيدات بسميها خدمات مرسى. خدمات مرسى دي أنا وقفت عند ثلاثة أربعة في الطوارئ، كإعداد وجبة طعام، السيدات شطار في العمل الأكل والوجبات أو العناية بالأطفال أو أعمال منزلية طوارئ. خمسة المساعدات، مساعدة بمكالمات التليفون، كان تتولى كل سيدة من ربات البيوت الاتصال بخمس عائلات سبع عائلات عشر عائلات على قد ما يسمح به وقتها وظروفها. أنا عشت سنة في ديترويت، عجبني نظام عندهم اسمه ده تليفون تري، شجرة التليفون، وزعوا كشف بتاع شعب الكنيسة على مجموعة من السيدات وربات البيوت، وكل واحدة على قد ما يسمح وقتها تكلم خمس عائلات أو عشر عائلات وتسأل عليهم وتدعيهم للكنيسة، أو لو في نهضة أو في ضيف كبير جاي، مطران، أسخف، كاهن من ولاية تاني، يعني يحضروا ويعرفوا ويسمعوا، ما يقولوش ما حدش قال لنا ما لحقناش أو جه في وسط الأسبوع. فبالشكل ده يقدروا مساعدة بخدمة مكالمات التليفون، هذه ما تتعبناش حاجة، لا عايزين سوق ولا عربية ولا حاجة. ستة تقديم طبق في الجنازات، تعمل بعض السيدات عندهم مواهب يعملوا أكل حلو نظيف وشهي وجميل، يساعدوا لأن العيلة اللي فيها ظرف وفاة تبقى شريقة
لأنها تعمل أكل وتقوم بواجبات الضيافة والكلام ده، فلازم يبقى البين عليها ونشترك معها ونساعد تقديم طبق في الجنازة، خدمات مرسى، خدمات الحضانة، خدمات النظافة بالكنيسة، نظافة الكنيسة دي خدمة مهمة جدا وجميلة قوي. يعني أعرف عائلات في شفناها في كنيسة ماري مرقس شيكاغو، كان دكتور ومراته بيجوا من ولاية تاني، وأول ما الكنيسة تطلع والناس تمشي الفاكيوم على طول، يفاكيوموا الكنيسة، ينظفوا الكنيسة، يشيلوا سلة المهملات يرموا في الزبالة والحاجات دي، ما يستنكفوش من الحاجات دي، لكن كان خدمة كويسة بدفع محبة المسيح ومحبة الكنيسة. خدمة المطبخ أو الكافيتيريا للكنيسة، خدمة التمريض والطب لو أنت دكتور أو نيرسة، الإسعافات الأولية، حد تعور، ولد بيجري وقع تعور بينزف، خدمة الشمسات والمساعدة في حفظ النظام في العماد، خصوصا عماد السيدات والبنات، والتناول السيدات، ترتيب والنظام. 12 خدمة المطبوعات والنشرات والترجمة، بيعرفوا انجليزي كويس، بيعرفوا فرنساوي، بيعرفوا اسباني، اديلهم نبذات كويسة، كتب صغيرة مهمة، حاجات ترجمة باللغات للناس اللي ما بيعرفوش عربي وانجليزي. خدمة الزهور وتجميل الكنيسة، نشوف دايما كنائس الأجانب نظيفة ويعتنوا فيها مش بس بالنظافة لكن بالتجميل والذوق الحلو والديكورات، ويحطوا فازة ورد هنا وفازة ورد هنا. فلازم بيت ربنا مش بس بيوتنا احنا اللي نهتم بشياكتها وديكوراتها وبتاع، سفر حج ربنا بيعتب على الشعب انه هو الوقت لكم ان تبنوا بيوتكم المغشاة، والبيت بتاعه ده سايبينه خراب، بيعتب علينا، لازم نخلي بيته أجمل من بيوتنا. خدمة الزهور وتجميل الكنيسة. 14 خدمة الكراء والموسيقى والرسم، في بنات وسيدات عندهم خدمة الصوت الجميل والتراتيل والكراء والموسيقى والعزف، الآلات الموسيقية أو الرسم painting. 15 خدمة طبيسة اللي هي خياطة تريكو وغسل الفوط والمفارش واللفائف وفساتين الأفراح، سميها خدمة طبيسة لأن طبيسة كان كل رأس مالها إبرة خياطة، لكن طبيسة دي لما ماتت البلد كلها ترجت، وبعتوا يجيبوا الرسول بطرس من بلد تانية، واستقبلته الأرامل بالبكاء والعويل، ويوروا له أخمصة وحاجات من اللي كانت بتعملها طبيسة، وكستهم، كست الفقراء والعريانيين، وعملت معهم أعمال عظيمة جدا، وده كان كل يعني رأس مالها إبرة خياطة ولا تريكو. نادر في سيدات وبنات كتيرة شطار في الحاجات دي. خدمة ليديا بائعة الأرجوان في أعمال 16، كانت فيها نعمة حب الصلاة ومليانة بروح الصلاة والنعمة والتضرعات، فكان عاملة اجتماع صلاة على شاطئ النهر، ودي أول مرة التقى بها بولس الرسول، كان في اجتماع صلاة عاملها ليديا وجمع سيدات البلد وقاعدين بيصلوا، وجي بولس الرسول انبسط قوي منهم واشترك معهم في الصلاة وكلمهم وآمنوا وعمدهم وعمد ليديا. وليديا كمان زي هي والسجان ودول في فيليبي، كانوا أول مسيحيين في فيليبي، وعزموا رسول بولس عندهم وقالوا لهم كنت حكمتم إني مؤمنة، تعالوا امكثوا اليوم في بيتي. خدمة أيضا بيرسيلا، كانت تعرف الكتاب المقدس كويس، وجي واعظ عظيم اسمه أبولوس اسكندري من اسكندرية، وكان واعظ غيور وقوي الحجة وحر بالروح وعارف الكتاب، لكن ما كانش سمع عن المسيح، كان يعرف لغاية معمودية يوحنا المعمدان بس، فخدوه على جنب كده وبهدوء وبلطف محافظة على شعوره، وقالوا له أنت ربنا مدي لك مواهب حلوة خالص، لكن ده يوحنا
جه عشان يشهد لمن هو أعظم منه، قال يأتي بعدي الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. وقال اللي شفت الروح القدس نزل عليه هو ده حمل الله اللي يرفع خطيئة العالم، وشهد للمسيح عمده في الأردن وكمله، كلموه عن حياة المسيح والإنجيل ومحبة المسيح ومعجزات المسيح وتعليم المسيح والفداء والصليب والقيامة والصعود. فآمن، كسبه خادم كبير جدا، عمل عظيم، بقى ند بولس الرسول نفسه، لدرجة ان البلد في كورنثوس بقى ناس يقول احنا اللي بولس واحنا الابولس، يعني اعتبره زي بولس الرسول. خدمة الوعظ للسيدات 17، خدمة زيارة المرضى، تقدري تزوري واحنا مريضة، سمعتي يعني عنها انها عيانة انها تعبانة مريضة، تزوريها وتشجعيها وتخدلها معك، تقري معها فصل من إنجيل، تصلي معها صلوة، تقولي لأبونا يجيب لها المناولة ياخد اعترافها، خدمات كتير. دي خدمات مرسي. نيجي للنوع الثالث من الخدمة، خدمة مدارس الأحد والأطفال 18، التدريس حسب السن 19، خدمة الصور ووسائل الإيضاح والفيديو 20، المرور على الأطفال وإحضارهم للكنيسة في حالة عدم حضور والديهم، أبوهم عيان الأم ما تقدرش تسيبه مريض لوحده، تاخدوا الأولاد ووصلوهم معكم الكنيسة ويحضروا مع أولادكم مدارس الأحد، ثم مدارس الأحد، دي خدمة عظيمة. رحلات الأطفال، معسكرات بتاع الأطفال، الهدايا للأولاد في الأعياد وفي الحفلات، عندك لعب أطفال حتى لو عروسة مكسورة إيدها ولا رجلها، بدل ما ترميهاش اديها لبنت فقيرة صغيرة أهلها ما جابولهاش حاجة في العيد، ما عندهمش مقدرة يجيبوا لها حاجة، هتفرحها وتفرح العيلة كلها. هدايا للأولاد في الأعياد في الحفلات 23، خدمة الأطفال بالكراين جروم، تقريبا دلوقتي كل الكنائس هنا خصوصا هنا في الخارج عندها كراينج روم، عشان لو في طفل صغير بيعيط ويصرخ ما يشوشرش على الكنيسة كلها، لكن يقعد في الكراينج روم دي مقفولة، عندهم سماعة بيسمعوا الصلاة والوعظ من جوه، والإزاز يمنع عياط وصراخ الطفل لإزعاج الآخرين. فدي في حد ذاتها خدمة كويسة خالص. خدمة الأطفال بالغرفة الزجاجية، تعملوا لهم مدارس أحد ليهم على قدهم، تكبرهم تدي لهم صور هدايا حاجة. 24، النادي الصيفي، طول مدة الصيف معظم الكنائس فيها نوادي، محتاجين الصغيرين والأطفال والأولاد والبنات لخدمات ورعاية في النادي الصيفي. 25، الحضانة الصيفية. 26، خدمات المكتبة، المكتبة محتاجة لسيدات ومحتاجة لأولاد ودارسين مدارس أحد، وعارفين الكتب والصور والهدايا والحاجات الموجودة علشان يساعدوا فيها. رابعا، خدمات الشباب، نمرة 27، خدمات الشباب بجميع أنواعها. 28، خدمات الوعظ والتعليم. 29، خدمة العمل الفردي، دي خدمة سهلة وجميلة ومهمة جدا، لكن للأسف ما بنسمعش عنها كتير، أنا عامل عنها كتاب أبقى ألخصه لكم في مرة قادمة مع موضوع الخدمة شجرة حياة، برضو نكلمكم عن خدمة العمل الفردي زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال، شفتا الصديق شجرة حياة وربح النفوس حكيم في أمثال 11. يجي بعد كده برضو ضمن خدمات الشباب 36، تعليم اللغات العربية والإبطية والإنجليزية والإسبانية، اللغة اللي انت تعرفها وتساعد غيرك على انه يتعلمها صح. 37، قيادة أتوبيس الكنيسة أو التوصيلات. 38، خدمة الكتابة وخدمة الترجمة، كتابة
نبذ كتب صغيرة مساعدة في مجلة الكنيسة، كان ليها مجلة 40، إرسال كروت المعايدات والتهاني والمجاملات، أنواع من الافتقاد، وتكتب كلمتين حلوين لكل عيلة تشجعهم حسب المناسبة. 41، خدمات التليفون وتسجيل رسائل بالإعلان عن المواعيد والأنشطة. 42، خدمات الترحيب بالشباب الجدد وأخذ أسمائهم وعناوينهم تليفوناتهم، مش يجي الواحد منهم ويمشي لحد سلم عليه ولا حد رحب بيه ولا قال له انت مين ولا حكايتك ايه ولا مبسوطين نشوفك ونحب نشوفك على طول ودينا عنوانك وتليفونك عشان نزورك ونسأل عليك. دي مهمة جدا. حكيت انه احيانا كنا نروح مثلا فيستيفال في الكريسماس في الكريستال كاتيدرال هنا في أورانج كاونتي في كاليفورنيا، كاتدرائية ضخمة جدا، وكان بيعملوا حفلات جميلة جدا بتمثيليات كبيرة أو يعني الميلاد والكريسماس، كان الكل يروح يحضرها ويتفرج عليها. فكان يجي لك واحد من الأشرز دول المنظمين يستلمك من باب العربية وانت لسه بتقفل العربية بتاعتك ونازل منها، يرحب بيك ويقول لك احنا سعداء خالص نشوفك ويدي لك ورقة، الورقة دي يقول لك استمارة يا ريت تملاها وتفضل معايا، ياخده ويقعده في المكان المناسب له، والورق يجمعوا الورق ده، هل انت جاي مرة واحدة كده بس تحضر حفلة ولا هتبقى تيجي مثلا مرة كل أسبوع ولا كل يوم حد، ولا هتبقى تحب تبقى عضو في الكنيسة، معلومات في من الاستمارة اللي ادوها له دي. خدمة الترحيب خصوصا بالشباب، لكن احنا عندنا يعني انا اعرف ناس اجانب جم الكنائس عندنا وعجبتهم الكنيسة وفرحوا بالخدمة وفهموها واستمروا فيها سنة وبعد كده سابوا الكنيسة. واحد منهم بسأله انت سبت الكنيسة ليه؟ انت كنت فرحان وبتيجي قبلنا. فقال لأنه انا لقيت ان انا وجودي زي عدمه، بقالي سنة في وسطكم ما فيش غير عيلة واحدة عزمتني على فنجان قهوة والباقي ولا كأنهم شافوني ولا يعرفوني، وجودي زي عدمه. فقلت انتوا ناس قافلين على روحكم ومش عايزين تعرفوا غير المصريين اللي زيكم، وما انتوا مش عايزين تتعرفوا ابدا على الاجانب واصحاب البلد اللي انتوا جايين تعيشوا في وسطهم دول. عبثا حاولت ان انا اعتذر له ونقول له طب كويس اللي انت نبهتنا للغلط ده، احنا هنراعيه وبتاع. قال لي سوري this is final decision، وخسرنا شخص كويس جدا، كان أستاذ في الجامعة وكاثوليكي وانبسط أو حب الكنيسة وأرى تاريخها وأرى عقائدها وعجبته، لكن سوء معاملتنا إحنا له أو عدم اهتمامنا به أو ترحيبنا به أو السؤال عنه أو إننا نعبره بس نديله وش ولا حاجة، حتى دي مش موجود. كل واحد يتكلم مع أصحابه ومشغول مع أصحابه وقرايبه ويهزر ويضحكوا، ولكن مفيش عين مفتوحة على الأجانب والضيوف والناس اللي بتيجي لأول مرة عشان كسبهم. خدمة من الخدمات اللي احنا ناقصة عندنا ترحيب بيهم بالضيوف بالشباب بالقادمين الجدد، معاونة الكاهن في حل مشاكل الشباب، فرق الكورال والترانيم والألحان، حفلات الشباب وفريق التمثيل. 46، خدمة الكافيتيريا بالنادي الصيفي. 47، خدمات التصوير والمناسبات والتصوير المستندات، خدمة المنظمين. 49، الإشراف على حوش الكنيسة. إشراف على حوش الكنيسة، مرة جاء عندنا الدكتور مجدي إسحاق وده خادم مشهور كبير في مصر وأستاذ طبيب في القصر العيني كلية الطب، وهو يعني يتميز بروح الفكاهة والمدعبة. فمرة بقول له اكتب لي مقالة للمجلة بتاعتنا بتاع الكنيسة، مجلة مار يوحنا،
فقال لي فداني مجلة، فداني مقالة اسمها خدمة الحوش، مش خدمة الكنيسة، خدمة حوش الكنيسة. قال تروح الكنائس بتاعتنا تلاقي الحوش مليان وهيصة وزنبليطة وشلل شلل شلل قاعدين مع بعض يتكلموا ويضحكوا. أقول أنا الناس دي جاية علشان اللي تقعد في الحوش كده ولا بتاع؟ ما بتدخلوش الكنيسة ليه يا جماعة؟ يقولوا آه حاضر هندخل كمان شوية، اتفضل أنت احنا هنحصلك. لما خدمة الحوش، السؤال على الناس دول اللي في الحوش اللي جايين اسمهم راحوا الكنيسة لكن راحوا عشان يقعدوا في الحوش ويتسمروا كأنهم رايحين يقعدوا على قهوة. خدمات المواهب كالرسم وعمل فرق موسيقي. خامسا خدمة المرضى، هذه نوع من الخدمات، خدمات المرضى. 51 زيارة المرضى بالمستشفى أو في البيت أو بيوت المسنين، قراءة الإنجيل له. بل ما تروح زيك وزي صحتك إن شاء الله تكون بخير وأحسن، ومش لازم أي خدمة. طب باي باي. طب استفاد إيه هو من كده؟ أقعد معاه بعد ما تسأل عليه تطمن عليه وعلى أحواله. افتح إنجيلك، مفروض يبقى معاك إنجيل في إيدك أو في شنطتك أو في جيبك، عهد جديد صغير. كان دايما سيدنا البابشنو الراعي ينيح نفسه ويقول شنط السيدات دايما مليانة بحاجات كتيرة أوي، تلاقي فيها علبة مكياج ومراية وقلم مش عارف إيه والتليفون السل والمفاتيح والمنديل، في حاجات كتيرة أوي. طب ليه ما تاخدش معاها، ما تحطش في الشنطة بتاعتها عهد جديد صغير زي بالحجم ده أو أجبية بالحجم ده، تبقى في شنطتها، ومن حين لآخر كل ما يبقى عندها فرصة تطلعه تقرأ فيه أو تصلي منه أو تهادي بيه وتجيب لروحها غيره. إخبار الكهنة والخدام عن المرضى لزيارتهم أو لأخذ التناول ليهم. إرشاد المرضى الفقراء إلى طبيب مسيحي، دكتور مسيحي ما عندوش إنشورنس أو جاي جديد تعبان. أنت بتعرف دكتور مسيحي كويس وراجل طيب وخادم، اديله كارت أو روح مشوار معاه وعرفه بيه، يا تدفع عنه يا إما تقول للدكتور ظروفه كده غالبا مش هيرضى ياخد منه، سواء كان طبيب أو محامي أو محاسب أو في أي خدمة من الخدمات. سادسا الخدمة الاجتماعية الفقراء. 55 العطاء المالي. 56 العطاء العيني، طعام، تموين، عفش، دواء، ملابس، بطاطين، لعب أطفال، عربية قديمة عندك هو عايز عربية مستعملة ما يقدرش يجيب عربية. كل دي خدمات، خدمات مهمة جدا. لو إحنا نتحرر من روح الأنانية، روح الأنانية. بيعجبني شعار جمعية الإسعاف في مصر لما يقولوا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، اللي هو نفس الكلام اللي قاله المسيح عن مين؟ عن يهوذا، كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، كان أحسن له ما تولدش. الدرجة دي. فإحنا كلنا كأعضاء في جسد المسيح، المسيح ما فيش في أعضاء جسد وأموات، لازم يكون أعضاء أحياء، ولازم نظهر الحياة دي، حياة المسيح اللي فينا تنساب للآخرين. لازم نتعلم فن الخدمة، جمال الخدمة. في سفر إشعياء الإصحاح الأولاني ربنا حزين بيقول كفوا عن فعل الشر وتعلموا فعل الخير. اتعلموا فعل الخير، فعل الخير جميل ولذيذ ومنعش، واللي بيخدم الآخرين بيخدم، مش بس بيخدم الآخرين ولا بيخدم ربنا، بيخدم نفسه، هو نفسه. حكيت حكاية عن 2 أصدقاء ماشيين
في البلاد الشمالية الإسكيمو دي، وهبت فجأة عاصفة تلجية فظيعة خالص، ردمت الدنيا ردم. فبقوا يجروا عشان ما يتجمدوش ويوصلوا لأقرب حاجة تحميهم من التلج اللي نازل بغزارة ده. وهم بيجروا بصوا لقوا إيد إنسان طلع من التلج، يعني ظاهر واحد كبير في السن أو مريض أو حاجة، واندفن في التلج وبيشاور بإيده اللي بيستغيث به. فواحد منهم قال التاني تعالى ننقذ، قال له ننقذ مين؟ ده احنا نفسنا حنتجمد وحنموت يا أخي، تعالى بس نساعده شوية، حرام عليك، ده أخ لينا ولا أب لينا ولا بتاع. قال له انقذه انت، انقذه انت، باي باي، أنا ألحق روحي، أنقذ نفسي الأول، إحنا في إيه ولا في إيه؟ ده إحنا في خطر، تقول لي أنقذه. فمشي تاني وساب. كان بقى صاحبنا ده ولاد ربنا يزيح التلج، يزيح في التلج، ولما ابتدى بان بقيت جسمه وراسه طلعه في حالة يرسلية خالص، وابتدى ينفض التلج ده ويشيله ويجرجره ويتعكز، خليه يتعكز عليه وبتاع، لغايه لما وصل لأقرب حته ممكنه. بعد كده فيها يعني ملجأ ودفء وبتاع. المهم هم ماشيين بعد شويه لقى زميله اللي كان بيقول له ننقذ مين بس احنا نلحق ننقذ نفسنا، لقى واقع متجمد في التلج ومات. فاللي بيقول احنا مالنا خلينا في روحنا ننقذ نفسنا هو اللي ضايع نفسه، واللي يفكر في حبيبه وصديقه وجاره واللي ما يعرفوش ده شاف مجرد ايه طلع من التلج كده، فتأثر جدا من المنظر ده وقال ما اقدرش امشي خطوه واحده، لا لازم انقذه واسعفه. حد عارف ده مين؟ ممكن يطلع ابنك، اخوك، ابن عمك، جارك، صديقك، حتى لو طلع أيا كان. فعرفنا من مثل السامري الصالح من هو قريب، كل واحد في الدنيا دي قريبك، اعتبره أخوك وقريبك. الكتاب يقول من ادعى أنه بيحب ربنا ومش عارف يحب أخوه وقريبه يبقى كذاب وليس الحق فيه، يبقى منافق، ما يبقاش إنسان مسيح. فالمسيح عايزنا نتعلم الخدمة، كف عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اخدوا لليتيم والأرملة والمسكين، هاموا عن الأرملة خدمات اجتماعية للفقراء. الخدمة في بنك الطعام الفود بنك 58، تقديم الهدايا في الأعياد 59، المساهمة في إنشاء ملجأ إبطي 60، مساعدة البنات الفقيرات في نفقات الزواج وتدبير فستان الفرح والعفش. دي كلها حاجات مهملة ومتروكة ومنسية ومش على البال، لكن نقدر نشارك فيها ونسعد الناس اللي حوالينا. يقول لك أسعد الناس من سعد به الناس. لجنة افتقاد المحتاجين 62، إرسال أجهزة طبية وأدوية لمصر أو لأفريقيا أو لحتت بعيدة ما فيهاش. عملنا بعض رحلات لخدمة الشباب، إن الشباب خدمات تبشيرية، وخدناهم كينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وبعض البلاد في جنوب أفريقيا وأوسط أفريقيا. فبقوم يملوا جيوبهم بونبوني وشوكولاتة ومعهم شنط فيها أدوية وفيها هدايا وفيها حاجة زي كده. واحد عنده كيبورد صغير يعمل عليه تراتيل أو ألحان، يتبص لقي طلعوا الأولاد عريانين مالط كده من الشقوق وبيحبوا الموسيقى وبتاع، يوزعوا يوم الحاجات دي، يدوم صور للمسيح ويكلموهم ويعلموهم آية وترتيلة. خدمات كتيرة محتاجة، حاجة جميلة ممتعة ممتعة. إرسال أجهزة طبية أدوية لمصر والأفريقيا والحتت المحرومة البعيدة 63، مساعدة فقراء مصر ماديا وعينيا أو تبني أسرة فقيرة في مصر زي ما
عامل نيافة الأمبسار أبيون هنا مترندو سينجلوس في سانتا فيرينا، تبنى عائلة فقيرة في مصر $50 في الشهر. $50 بتعمل له مبلغ كويس في مصر، وبيتولى توزيعها عليهم كهنة فبتوصلهم بالكامل بأمانة. كمان البابشنو ده كان عامل بليس أمريكا وبليس يو اس اي والحاجات دي، نفس الفكرة. سابعا خدمات المشورة والمصالحات. 64 الخلافات بين الأصدقاء، تعرف اتنين من أصحابك متخانقين زعلانين من بعض ومش عارفين يصالحوا بعض، حاول تجمعهم وتصالحهم. الخلافات العائلية بين العائلات، هتلاقي عائلات كتيرة متخاصمة ومش نافع معهم لا كلام الوعاظ ولا كلام الأسس ولا طول المشورة. والمارج ثيرابيست، حاول تكلمهم وحاول تصلي لهم وكل الطرق، حاول ان انت تصالحهم، حطهم في صلواتك اليومية. مشاكل الطلاق، العناية بأطفال المطلقين اللي بيضيعوا دول، فصل المخطوبين وإعداد المقدمين على الزواج، توعية حديثي الزواج. ثامنا خدمات المهاجرين والقادمين الجدد. 69 في الحصول على سكن، في الحصول على عفش. 70 في الإجراءات الأولية الضرورية زي فتح حساب في البنك أو يطلع سوشيال سيكوريتي، في الحصول على سيارة قديمة، استخراج رخصة قيادة، تعليم السواقة. 72 في إيجاد عمل مناسب لهم. 73 توصلهم بالعربية للجهات لأنهم ما قدروش يتحركوا، لسه ما يعرفوش الشوارع وما يعرفوش الحاجات دي وبيسوق. إفادتهم بالخبرات والنصائح اللازمة وإدخال أولادهم المدارس. 75 إرشادهم إلى محامي في شؤون الهجرة أو طبيب مسيحي أو حد محاسب ضرائب وغيره. 9 خدمات الأفراح والعيمات. 76 خدمة الشمامسة، ديكورات وتزيين الكنيسة. 77 78 خياطة ملابس العماد والعرايس، صديقات العروس وعلب الملبس. كل الحاجات دي ضروري في ناس تحب انها تساهم فيها وتشتغل فيها. 10 مكتبة الكنيسة. 79 المساعدة في مكتبة البيع أو مكتبة الاستعارة. 80 تسجيل الفيديو أو الكاسيت لخدمات الكنيسة ومناسباتها والقداسات والعظات ودرس الكتاب والحفلات وكافة الأنشطة. 81 مد المكتبة بكل ما هو جديد ومفيد من الكتب والمجلات والصور والكاسيتات والفيديو والسي ديز والدي في ديز. 72 عمل سجلات بمحتويات كل مكتبة من كتب وكاسيتات وصور وهدايا إلى آخره. حاجات يعني 11 خدمات الإحصاء. 83 إعداد كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات الشعب والشباب والأطفال. عندنا قد إيه كم عيلة في كنيستنا؟ محدش يعرف، محدش يعرف، محدش دريان. أقول لك بالبركة كده، عندنا قد إيه اتولدوا في سنة 2020، قد إيه اتعمدوا، قد إيه اتجوزوا، قد إيه ماتوا توفوا خلال السنة اللي فاتت. لازم عندنا سجلات بالحاجات دي كلها وموجودة في الكمبيوتر. محاضرات الشباب باللغة العربي والإنجليزي، دراسة الكتاب المقدس، تدريس الكتاب، دروس في اللغة القبطية والألحان،
13 خدمات المهنية والتخصصات بصورة مسيحية وإنسانية. الأطباء بجميع تخصصاتهم، والصيادلة والممرضين والعلاج الطبيعي والمحامين والمدرسين والمحاسبين خبراء الضرائب العقارية. لسه مصر خدمات الكمبيوتر آلة الكتبة حرف، عندنا كم نجار وكم كهربائي اللي بيشتغلوا في السباكة والكوفرات. خدمات الترجمة والتصديق على المستندات النوتريزيشن، نقل العفش تبرع به للكنيسة أو المحتاجين. الناس عايز عندهم عفش مش عايزين، بدل ما يرموه بره للي عايز ياخد من اللي ماشي في الشارع. ما احنا نعرف ناس، وفي ناس من شعبنا محتاجين للحاجات دي لكن ما عندهمش عربية تنقل العفش. في عندنا ناس عندهم تركات ويقدروا يسوقوا ويقدروا يأجروا ويقدروا يعملوا يشتغلوا في الخدمات دي. 14 الموسيقى والألحان، نمرة 90 خدمة نمرة 90، فرق الشمامسة مختلف الأعمار والكورال والعزف الآلات الموسيقية. كنا اتكلمت عن دول. خدمة الصور، رسم الكاريكاتير، مساهمة في مجلة الكنيسة. أنا هو عندنا مجلة ماري يوحنا، وأرحب بكل واحد يطلبها، بنديها بنوزعها ببلاش لأي حد في الكرة الأرضية. ابتدينا ب30 بقوا 60 بقوا 120 بقوا 400 بقوا 800 بقوا 1000 2000 3000، قربنا نوصل 4000. مجلة من 40 صفحة بالألوان فول كالر، نصها عربي ونصها إنجليزي، اللي يناسبك غير اللي يناسب الشباب. محتاج الناس تساعد معايا فيها، تكتب مقالات، تبعت لي أخبار، تبعت صور، تقول لي تاخدها الناس محتاجين لها. 18 خدمة الجنازات، العناية بالأسر الحزينة، التعزية وتقديم نبذات معزية وأناجيل ورد، إعداد وإرسال الطعام، المساهمة في الاحتياجات المالية للأرامل والأيتام. ما يكفيش إن نروح نقول لهم البيع في حياتكم وإحنا متأثرين قوي معكم، لكن ما اديتهمش حاجة محتاجين لها. يمكن مكسور عليهم الإيجار، ما عندهمش فلوس يدفعوا الإيجار، ما عندهمش فلوس يأكلوا بيها. تسأل عن احتياجاتهم وتدي لهم اللي هم محتاجين له بطريقة أو بأخرى. خدمات الإذاعة 122، خدمة السمع والبصرية والأفلام والفيديو والسي دي. نوع 20 من الخدمة، الإعلان، إعلان عن خدمات، إعلان عن وظائف خالية، لوحة الإعلانات في الكنيسة، وأخذ مسؤولية الإشراف عليها، التليفون المسؤول عنها. دي كلها مجرد أمثلة بقدر ما أسعفتني بها الذاكرة. وصلوا 125، وأنا متأكد إن في خدمات تانية كتيرة قوي نسيتها أو ما فاتت علي. فمهم إننا نبتدي. ما تقولش أنا مش خادم، أنا مانيش أسيس ولا شماس. الكتاب المسيح بيقول يا ابني اذهب اليوم اعمل فيكر. مادام بقيت ابن ربنا، بقيتي بنت ربنا، يا ابني يا ابنتي اذهبوا اليوم، اليوم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. بولس الرسول يقول إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. ده قال اللي ده أحد إخوات الأصاري دول، كأس ماء بارد لا يضيع أجره. وقال إن الأرملة الغلبانة اللي ادت فلسين أعطت أكثر من الكل، لأنها أعطت من إعوازها وأعطت كل معيشتها. مدح فرسي الأرملة. ليه البخل والأنانية اللي احنا عايشين فيها دي؟ ما احناش دريانين بالناس اللي حوالينا والكنيسة اللي احنا عايشين فيها ومغروسين فيها باستمرار.
لازم يكون لنا دور إيجابي، دور فعال، دور محيي. أنت شجرة حياة بتوصل شجرة الحياة للناس، الخادم شجرة حياة بيوصل المسيح الحياة للناس. يقول ومتى أظهر المسيح حياتنا حينئذ تظهرون معه في المجد. يقول لي الحياة هي المسيح، فلازم دول أعضاء المسيح لازم نهتم بيهم ولازم نرعاهم. حتى لو ما كنتش قسيس ولا شماس ولا مطران ولا حاجة، لكن أنت ابن ربنا. يا ابني بيقول لك كده كل يوم، يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، ليك شغل فيه. وضرب لنا المثل في متى 20 اللي قال خرج مع الصبح الساعة 9 الصبح، لقى واحد قال له انت بتشتغلش ليه؟ قال له ما حدش طلب مني، حدش استأجرني. قال له طب روح الكرم واخر اليوم حدي لك دينار. دينار دي كان أجرة العامل في اليوم للغروب. بعد شوية خرج الساعة 12 وانت ما بتشتغلش ليه؟ قال له ما حدش، لا قال له روح وتاخد ما يحق لك. وخرج الساعة 3 وخرج الساعة 5. في ناس مش لغاية وقت الغروب ناس اشتغلوا ساعة واحدة. جاي يدي الأجور بقى، فقال للوكيل بتاعه ابتدي من الأخيرين للأولين. فابتدى باللي اشتغلوا ساعة واحدة دالهم دينار، قالوا دي كله دينار دينار. فلما ادى اللي اشتغلوا ساعة واحدة دينار اللي موجودين شغالين من أول النهار، قالوا يبقى احنا لازم بقى هناخد كتير. فلما جاي الدور عليهم ودالهم دينار زي دول، فتذمر. وجي واحد يقول له ازاي تساوينا باللي اشتغلوا ساعة واحدة، احنا اللي احتملنا ثقل النهار والحر. قال له يا صاحبي ما ظلمتك، انا ما ظلمتكش، مش في كونتراتو عقد بينا اتفقنا، قلت لك روح اشتغل النهار وهتاخد دينار، انا ما ظلمتكش، انا اديت لك اللي احنا اتفقنا عليه. اما ان انا عايز ادي الاخراني ده زيك، انا حر في فلوس او لا يحل لي ان افعل ما اريد بمالي، ادي فكره. لكن ليها معنى تاني اعمق من كده، وهو ان الدينار ده بيمثل الحياه الابديه اللي يتشارك في كل مؤمن ومؤمنه بالمسيح، تشترك فيها زي بولس الرسول. هبه الله حياه ابديه، هدية مجانية، عطية من الله، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، ده مش استحقاق ولا مجهودك ولا برك الذات. الدينار ده يمثل حياة الأبدية اللي احنا خطاه كان المفروض رايحين جهنم، أنقذنا من جهنم وخدنا تبنانا وشغلنا عنده وبيدينا الدينار ده اللي هو الحياة الأبدية. اشتغلت زيادة هيكافئك عليه بقى هناك في السماء، لأنه نجم يمتاز عن نجم في المجد، وكل تعب لا يضيع أجره. لكن الدينار ده يمثل حياة الأبدية التي يساوى فيها جميع الناس، اللص اليمين زي بولس الرسول، زي أي حد كبير خدم طول عمره وعمل أعمال بطولية ضخمة زي الرسل والقديسين والشهداء. إحنا أولاده وإحنا كلنا خدامه. ويقول لك يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. ربنا عمره ما يعتمد على حاجات رسمية وعلى مواثيق وبس، هم الكهنة ورؤساء الكهنة هم اللي يعتبروا خدام. لا، كل إنسان مسيحي له رول له خدمة. وديكم شفتوا ذكرت لكم 125 نوع من أنواع الخدمة، كل واحد في مجاله يقدر يقوم بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة منهم. لكن بنقول لو نركز على خدمة أو اثنين منهم أو ثلاثة ونرتبها مع راعي الكنيسة وكاهن الكنيسة، تتحط في الكمبيوتر ويساعدك فيها ويعرفك وهكذا هتزيد. عرفنا ان دي مش بس ضروريه لملكوت الله، ضروريه لخدمته وضروريه للاخرين اللي حوالينا، لكن دي ضروريه لخلاص نفسنا احنا. ففي متى 25 كلمنا عن نوعين من الاستعداد للسماء،
النوع الأول عن طريق السهر في مسألة عزار الحكيمات وملء المصابيح بالزيت الاستعداد الدائم في حياة التوبة والخدمة والعمل الصالح ومخافة ربنا، والسهر والاحتراس من الخطيئة والامتلاء بروح الله. المسألة الثانية الوزنات، اللي هو إدى لكل واحد وزنات أو مواهب. إدى الواحد 5 وزنات والواحد وزنتين والواحد وزنة، الكل أخذ كل على حسب طاقته، على قد احتماله، على قد ما يقدر يعمل، على قد ما داله الوزنات، وقال لهم تاجروا بيها، استثمروه، اربحوا، اكسبوا، وأنا مسافر وراجع هحاسبكم عليه. فجل الأولاني اللي كان اداله 5 وزنات قال له يا سيد 5 وزنات أعطيتني، أنا كسبت فوقيهم 5 وزنات أخرى، واداله 10، كسبت 5 وزنات أخرى. فقال له برافو، نعمة ما فعلت أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيد. وجيت تاني قال له يا سيد 2 أعطيتني وأنا تاجرت وكسبت عليهم كمان 2، قال له نفس الكلام، برافو، نعمة أيها العبد الصالح والأمين، نعمة ما فعلت، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيد. جه للتالت، ابتدى بقى يلخبط في الكلام زي ما لخبط في التعامل مع الوزن، وقال له يا سيد أنا سمعت وعرفت إن أنت سيد قاسي، تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تضع، أنا خفت منك ورحت خدت الوزنة دفنتها في الأرض، نسيت اديتني وزنة، اتفضل خد الوزنة بتاعتك اهي، أنا ما ضيعتهاش، أنا حفظت عليه بس ما استثمرتهاش، رغم انه ما ضيعهاش، في ناس ضيعوها كمان، صدت ضاعت راحت على الارض. قال ايها العبد الشرير البطال، بطال من بطاله، كسلان، ايضا الناس بطاله، عبد البطال، تنبل، بليه، ما انتش عايز تشتغل ولا تعمل حاجة أبدا، خدوا منه الوزنة وادوه للي تاجر ورابح، لأن من له يعطى فيزداد، والذي ليس عنده بيدانه عنده إلا عنده يؤخذ منه، وده مبدأ مشهور في الاقتصاد كبير، الفلوس اللي بتستثمرها بتزيد، العمل اللي بتعمله بيدي لك صحة وقوة وعافية، الإيد اللي بتسلم حبة حارة تحركها بها اللي ما بتحركهاش تدبل وتموت وتتجمد وتتشل، فالحركة بركة، العمل مطلوب ضروري لازم تعمل يا ابني، طول ما انت ابن بيقول لك كل يوم يا ابني اذهب اليوم ما دام الوقت يدعى اليوم، كل أيام من أيام حياتك اليوم اللي يتسرق منك يفوت، ما عملتش فيه خدمة ولا عمل صالح للربنا ولا للكنيسة ولا للآخرين اللي حواليك، ده يوم ضايع من عمرك، سرقوا الشيطان منك وانت مش دريان، تعال كل ليلة كده قبل ما تنام وتحط راسك على المخدة بعد ما تصلي صلاة النوم أو قبل ما تصليها، وقعد مع نفسك كده وحسب نفسك، إيه الأعمال الكويسة اللي أنا عملتها النهاردة؟ إيه الخدمات اللي أنا قمت بيها النهاردة لربنا أو الكنيسة أو للناس أو حواليا؟ حاسب نفسك باستمرار، مطلوب منك كل يوم إنك تشتغل وتجتهد وتستثمر، وإلا هتدفنها في الأرض لما تصدي وتبوظ، هتضيع نفسك، ده مش بس راحت منه الوزنة وأخدوها منه، بل هذا العبد البطال كسلان الشرير اربطوه من ايديه ورجليه وطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يا خبر، يبقى اللي هيروحوا جهنم مش بس اللصوص وقطاع الطرق،
والسكرين والزناه والمجرمين والقتلة وعباد الأصنام وبتوع المخدرات والجنس والكلام ده. لا، ده حيروح معاهم في جهنم ناس كتيرة محترمين جدا من اللي كانوا موظفين بيروحوا الكنائس وكانوا يبانوا عنهم انهم ناس طيبين، لكن ما اهتموش بموضوع الخدمة ده. محدش فهمهم، محدش علمهم، محدش وعاهم، محدش نبههم ان انت خادم حتى لو ما كنتش قسيس، انت ابن ربنا وارث مع المسيح، وارث الملكوت، بتعمل لحساب ملكوت الله، لحساب رصيدك الابدي، لحساب المسيح، لحساب الكنيسة، لحساب خير الناس اللي حواليك. كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كونوا مكسرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كأس ماء بارد من أجل اسمي لا يضيع أجره. الخادم ففي الخدمة، المعلم ففي التعليم، الواعظ ففي الوعظ، الراحم المعطي فبسخاء، الراحم فبسرور، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. مثلا دي خدمة بتكلفكش حاجة، بتجامل الناس في الأفراح أو حضرت الجنازة وبتدمع معاهم ومتأثر من المأساة بتاعتهم اللي فقدوا ابنهم، فقدوا أرملة، فقد الزوجة، بتبكي معاها. دي في حد ذاتها خدمة عند ربنا مهمة جدا. يقول له دموعي احفظها في زقك، حتى الدموع محصاة معدودة، عارفها ربنا، عدد شعر رأسك انت ما تعرفش قد ايه. جماعة بتوع المحاسبة والإحصائيات والحاجات دي قالوا كل إنسان في المتوسط كده شعر رأسه 1,400,016، 1,400,016 شعر متوسط عام. يعني انت ما تعرفش، ممكن تروح او تروح للكوافير ويقصوا فيهم، ما تعرفش كانوا كام ونقصوا قد ايه، ما تعرفش بقوا كام. هو عارف عددهم، عارف حياتنا بكل تفاصيلها ودقائقها، وده موضوع يهمه جدا، يهمه جدا. يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. العبد البطال اللي مش عايز يعمل حاجه خالص في دورمو في الزمخري، مالوش مجال في ملكوت الله. لماذا تبطل الارض ايضا؟ كان عنده شجره تين في كرمه وقعد 3 سنين كل سنه يروح يشوف فيها ثمر، مفيش، اقطعها. لماذا تبطل الأرض أيضا؟ معطلة الأرض ليه؟ نقطعها ونزرع بدلها شجرة تجيب ثمر، وإلا إيه الفايدة كده يعني؟ زينة. يجي الكرم ويقول له يا سيد معلش اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع سمادا وزبلا، لو ما جابتش بقى بعد كده خلاص اقطعها. دور الرحمة وطول البال والصبر انتهى، ويجي العدالة، الدينونة، حساب تجروا واربحوا وأنا جاي هنحاسبكم في الآخر. من له يعطى فيزداد، الذي ليس له اللي عنده أخذ منه. يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، يا ابنتي اذهب اليوم اعمل في كرمي. ليك عمل، ليك عمل كتير قوي قوي قوي، وريت لك كشف كبير قوي منه. وإن شاء الله نواصل موضوع شجرة الحياة، الخدمات اللي نعملها دي كأنها شجرة حياة بتمد الناس اللي حوالينا بالحياة، وبتعرفهم بالمسيح وملكوت الله، وإزاي يبقوا نافعين ومثمرين في دائرة النعمة وملكوت الله. ربنا يبارككم ويجعلكم جميعا مثمرين ثمرا مضاعفا، وله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.